هذا وأعرب الصيادون عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الحرص الدائم لمتابعة شؤونهم وتذليل كل الصعاب التي يواجهونها، واستنكروا الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات القطرية لاستهدافهم في أرزاقهم. يعني أنا عن نفسي تعرضت لمواقف صراحة مؤلمة في قطر، وأجريت لي عملية قسطرة، وكثير من الزملاء يعني مع الأسف يعني تأثروا صراحة، وكان حتى وظيفتهم كانت على المحك. وصراحة يعني أنا من قلبي صراحة أتوجه لجلالة الملك وإلى سمو ولي العهد وإلى معالي وزير الداخلية على اللفتة الطيبة هذه، وهذه ما راح ننسى لهم إن شاء الله، والله يحفظ إن شاء الله البلد إن شاء الله، ويديم الملك إن شاء الله فوق رأسنا. أحب أشكر جلالة الملك المفدى وسيدي بعد ولي العهد على دعمهم اللامحدود للصيادين، وهذه مو بالأول مرة أن يدعمون فيها الصيادين. يعني احنا من خلقنا احنا نشوف القيادة الرشيدة تولي اهتمام بمهنة الصيد والصيادين، ونشكر كل من ساهم في يعني إبراز مظلومية الصيادين من التضرر بالنسبة حق دوريات قطر. نشكر وزارة الداخلية، نشكر وزارة الإعلام، نشكر كل من ساهم في إبراز القضية بشكل واقعي. عسى ربي يسلم شيوخنا، والله لا يخلينا منهم، أهم لنا وإحنا لهم، وقاموا بالواجب ولا يخلينا منهم يا ربي. عسى الله يسلم جلالة الملك ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد، عسى ربي يسلمه، وخيرهم إن شاء الله سابق، ونعمتهم بين دروسنا، نعمتهم بين دروسنا شيوخنا، طال الوقت والله قصر، ما إن إلا الله وهم، عز الله ونعم، تسامح وطيب ووصل، كل الميزات في شيوخنا، عسى ربي يسلمهم. أشكر جلالة الملك على هذه الالتفاتة الكريمة، ما قصر والله على هالأضرار اللي صابتنا احنا من جراء احتجاز البانوش مالنا في قطر. هذه لفتة كريمة ما ننساها. أول شيء نقدم جزيل الشكر لجلالة الملك ولسمو ولي العهد لحكومة البحرين لكل آل خليفة الكرام اللي دائما غابطين، دائما يعني ظللين علينا بأعمالهم وكراماتهم ومساعداتهم، وشعب البحرين يعني وش اقول لك عايش في نعيم الحمد لله رب العالمين، وفضل آل خليفة وفضل جلالة الملك. أنا مرتين يودوني، مرة واحدة حكموا عليه 6 شهور البانوش توقيفه، كانوا كله 3 شهور 3 شهور، أنا الوحيد اللي وقفوه 6 شهور و2500 دينار، 25,000 ريال قطري، هذه المرة الأولى. المرة الثانية لا، 3 شهور و1400 دينار، لكن الضرر الثاني حصل أزيد. ليش؟ لأن أول مرة البانوش خلوا في واحد يحافظ عليه وداري، المرة الثانية قالوا لا ما حد يقعد فيه، والضرر وايد البانوش من فوق، خسرني خسارة وايد. والله تضررنا وايد، يعني من كان من زمان يعني كنا متضررين من الله يرحمه الوالد، بعد كانوا يودون البانيش أطراريد، كانوا بعد وايد أشياء خسرنا يعني، لكن الحمد لله رب العالمين وقوف جلالة الملك هذه دعم لنا وشرف لنا الصراحة. والله شاكر حق جلالة الملك وحق سمو ولي العهد، يعني هذه المبادرة مو بعيدة ولا غريبة عن يعني شيوخنا وحكامنا. الغريب اللي شفناه في دولة شقيقة تدعي يعني ما هي شقيقة لك، البهدلة اللي تبهدلناها هناك كونك انت خليجي وفي منظومة الخليج تنسجن وتتبهدل من مكان لمكان، واحكام وكأنك يعني ارتكبت خطيئة ذي يعني بهالحجم ذي، لكن يعني اللي يعني اثلج صدورنا وبرد يعني قلبنا يعني المبادرة هذه اللي مو غريبة على حكامنا، وقفوا معانا وسندونا نادونا وخذوا بخاطرنا على اللي شفناه.